لسه مع اخبار الاهلي المره دي هناخدها من السوشيال ميديا ونعلق عليها ونبتدي بحساب كره بلس على تويتر. واللي بيقول مصدر بالاهلي قال لهم او بيكشف لكره بلس كواليس مدار بين موسيماني واللاعبين عقب الخساره من سان داونز. انا هقول لحضراتكم النقاط اللي هم كاتبينها يعني هي اقرب للحقيقه بصراحه. موسيماني اكد لاعبين على ان الفريق ينتظر اربع مواجهات مهمه في اقل من اسبوعين امام فاركو ثم المريخ في دور المجموعات وبعد كده بيراميدز وسان داونز. موسيماني اعاد كلماته اللي قالها في المؤتمر الصحفي وقال اخترنا الطريق الصعب في مشوار دور المجموعات وعلينا استكمال الرحله عشان نحقق طموح الاهلي بالفوز بالبطوله رقم 11 والثالثه على التوالي، وقال ان هو واثق في قدراتهم. يعني موسيماني كان تحدث مع اللاعبين في بعض الامور الفنيه الخاصه باهدار الفرص السهله امام المنافس، كما تطرق للحديث عن تاخر التسجيل في شباك سان داونز وتاثير ذلك على النتيجه في النهايه. موسيماني كان طالب الجميع بضروره عدم التركيز في اي انتقادات خارجيه والتفكير فقط في كيفيه تحقيق العلامه الكامله في المواجهات القادمه. وموضوع الانتقادات ده هو حق مشروع للجميع، بس اهم حاجه تكون انتقادات يعني منطقيه وواقعيه وهدفها ان انت يعني عايز تساعد الفرقه، فاهم، او تساعد المدير الفني، مش مجرد ان انا بنتقد وخلاص وبقطع وخلاص يعني. طيب خلينا كمان ناخد خبر اخر من اليوم السابع وحسابه على تويتر. موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الاهلي بعد السقوط امام سان داونز. يا جماعه اي تعديلات في تشكيل الاهلي في مباراه بكره ملهاش اي علاقه بالخساره امام سان داونز. انا بقول لحضراتكم اهو يعني هيكون ليها علاقه بايه؟ برؤيه فنيه، تمام، وليها علاقه بالجانب الخاص بالاجهاد والروتيشن اللي ممكن يعمله المدير الفني موسيماني بكره عشان تجنبا للاجهاد وقبل مباراه المريخ. وكمان ده هل ده معناه ان مباراه فاركو سهله وعادي؟ لا طبعا، ماتش صعب قوي، فبالتالي هي فتره كلها صعبه بصراحه على الجهاز الفني. ازاي بقى ينجح في التعامل مع الفتره دي؟ ده اللي هنشوفه، لان احنا فعلا عندنا جهاز فني مميز. لكن يعني اي تعديلات هتحصل بكره مالهاش علاقه بان لعيب قصر مثلا او لعيب مش عارف ايه، الكلام ده مش صح اطلاقا. طيب خلينا كمان نروح للوطن سبورت. بص بقى الخبر او الصياغه بتاعت العنوان عامله ازاي. ما هو لازم تبقى كده عشان تشدك، اللي هو تعالى اقرا الحق. بص، موسيماني يهدد احمد عبد القادر بالاستبعاد من تشكيله الاهلي. يقول لك اصل احمد عبد القادر ما كانش حلو في الماتش، اصل مش عارف. هل بيتم تقييم اللعيبه بالقطعه بالمباراه؟ طيب هل ممكن يكون في ملاحظات من موسيماني في الجانب الفني الخاص باحمد عبد القادر؟ وارد. هو احمد عبد القادر يعني لعيب جامد جدا، بس ما فيش لعيب ما بينقصوش حاجه. ميسي نفسه، رونالدو، اي حد، او خلينا نركن دول بعيد عشان برضه نبقى واقعيين يعني، واخدين بالكم؟ فاي حد وارد ان يكون عنده نواقص محتاج يزودها، فبيبقى ايه، خلي بالك، عايز تعمل مثلا دور الفلاني، عايزك تخلي بالك من كذا، العب الكوره مثلا، الكلام في الاطار ده. لكن حته التهديد، خلي بالك انت لو ما لعبتش كويس انا هقعدك بره، انت مش هتلعب تاني، مفيش الكلام ده والله خالص، ما بيحصلش يعني. فده فيما يتعلق بالخبر ده. خلينا نروح لخبر اخر، ده من حساب في الجول على تويتر، اللي بيقولوا رئيس المريخ السوداني اللي في الجول تصريحات خاصه يعني لا صح لنقل مباراه الاهلي الى جنوب افريقيا واستقام المباراه في القاهره، وده امر حقيقي طبعا ومؤكد، والمريخ هيلعب في القاهره، وبصراحه هي فرصه بالنسبه لنا جيده يعني، او بتدينا افضليه اكتر ان احنا نلعب مباراه على ارضنا. بس خلي بالك ده مش معناه ان احنا هنكسب، ادينا شفنا احنا كنا مغرورين ازاي قبل ماتش سان داونز، كلنا كنا مغرورين، كان عندنا ثقه زياده على اللزوم واتكلمنا في القصه دي امبارح وخسرنا. فالمريخ فريق كبير، لازم برضو نخلي بالنا سواء بقى بتلعب بره ولا حتى جوه، فدي جزئيات مهمه قوي. اليوم السابع في نفس السياق يعني المريخ يعني موقفه النهائي من مواجهه الاهلي في القاهره وطلب جديد. هم قالوا ان هم هيلعبوا في القاهره، بس هم بيطلبوا ان يكون في ايه جماهير سودانيه في المباراه. ده طبعا بصراحه حقهم كامل يعني، المباراه بتاعتهم هم بيلعبوا في القاهره بس هي مباراتهم، فالاهلي طبعا بيستضيفهم احسن استضافه، وده طبيعي جدا، وهي دي العلاقات المميزه دايما ما بين الشعبين المصري والسوداني وما بين الاهلي والمريخ والاهلي والهلال، ده امر مفروغ منه. فحقهم ان يكون في جماهير في هذه المباراه، الله اعلم بقى ده امور تتعلق بالجوانب الامنيه والقرارات اللي زي دي يعني. نروح لخبر اخر، وده من بوابه الاهرام على تويتر. تخطيط الاهلي توصي بتجديد عقد افشه وشريف وياسر ابراهيم ثلاث مواسم، وهم لعيبه كبار، لكن ما عنديش تعليق على الخبر ده لان كل حاجه بتبقى في وقتها، او كل قرار شبه ده بيبقى في وقته بشكل مدروس، امتى نقدر نفتح اللعيبه في حاجات زي كده، امتى ما نفتحش، لا نستنى المرحله دي تعدي، كلام من ده، فكلها حسابات يعني. ف
اكيد وارد جدا جدا. انت بتتكلم على ثلاثه اساسيين في الاهلي وثلاثه نجوم تقيله قوي وبارزين ومؤثرين وكل شيء يعني، فكل شيء بس اللي هيبقى في وقته يعني، ده امر مؤكد.